السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناة الخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وجبة غداء أو عشاء صيفية سهلة في التحضير وبمكونات جد بسيطة وبدون فرن، يعني غير في المقلاة. فإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابوناو في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم دعموني باللايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجو في المكونات: بصلة صغيرة مشلضة، 100 غرام ديال صدر الدجاج مقطع قطع صغيرة، 4 بيضات، حبة فلفل أحمر وحبة فلفل أخضر، وحبتين من البطاطس، يعني أنا سلقتها، أنتم ممكن أنكم تقليوها، يعني الاختيار كيبقى لكم، يعني كما عودتكم أنا إما كنسلقها وإما كنبخرها، يعني كتكون وجبة صحية حسن أننا غادي نقليوها. فعلى بركة الله غادي نوضع البصل، والفلفل، يعني انا درت فلفل الوان، ممكن انكم ديروا الفلفل الاحمر بوحده او الاخضر بوحده، كذلك ممكن انكم تضيفوا الفلفل الاصفر. غادي نوضع التوابل، عندي هنا كمون، فلفل احمر، يعني نصف ملعقه صغيره من كل نوع ديال التوابل، رأس ملعقة فلفل أسود، وزنجبيل، والملح، يعني الملح حسب الذوق، كذلك على حسب الكمية اللي دايرين. فنرد المكونات هادو يتشحروا جيدا ونعاودو نتلاقاو. بعد ما بداو كيتشحروا لنا المكونات اي البصلة والفلفل، دابا غادي نضيف الدجاج مع ملعقة من البقدونس. يعني وجبة كتحضروها في 5 دقائق فقط. غادي نخلط جميع المكونات، وغادي نخليهم يتشحروا جيدا ونعاودو نتلاقاو. من بعد ما تشحروا لي جميع المكونات غادي نضيفهم على البطاطس، يعني باش حتى البطاطس كتنسم بداك التوابل اللي درنا في يعني في البصل والدجاج بهذا الشكل. هذا غادي نضيف لهم هنايا جوج ديال البيضات، يعني جوج غادي نخلطهم دابا معاهم، وجوج غادي نضيفهم من فوق بهذا الشكل هذا، باش كيتمزج لنا داك البيض مع جميع المكونات، باش كتجمع لنا مزيان بهذا الشكل هذا. كنجيب المقلاه، يعني في نفس المقلاه، غير المقلاه ما تكونش لاصقه، يعني هذا هو الاهم. غادي نضيف لها القليل من زيت الزيتون، غادي نوزعوا الزيت على المقلاه كامله، بهذا الشكل هذا. وغادي نوضع الخليط، غادي نقد يعني هاد المكونات باش تجيني طبقة واحدة متماسكة، يعني ما تجيش طبقة عالية على الأخرى. غادي نجيب البيضتين المتبقيتين، بسم الله،
يعني الا بغيتو تضيفوا التوابل البيض ضيفوا اختيار كيبقى ليكم. غادي نضيف ملعقتين من الحليب ويبقى اختياري. نمزج جيدا. بهذا الشكل هذا وغادي نوضعو فوق. بهذا الشكل هذا وغادي نردو حتى تنحس يعني بالبيض طاب، عاد غادي نضيف يعني عاد غادي نقلبوها. من بعد ما تماسكات يعني حسيت بها انها طابت من التحت صافي كتبقى يعني هكا كتزعزع، غادي نوضعو طبصيل وغادي نقلبها على هذا الشكل هذا. فاش قلبناها هنايا غادي نوضع الجبن المفروم وكيبقى اختياري، يعني هي حتى بلا جبن كتجي رائعه. وغادي نردها فوق البوطه. اخواتي كما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي يعني ديال الطبق ديال اليوم. قطع لكم تشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، صراحة هائلة وسهلة في التحضير، يعني وصفة أو وجبة لشهر الصيف أو الفصل الصيف، سهلة في التحضير وكتوجد في دقائق، ووجبة خفيفة ومتكاملة وبطبيعة الحال صحية. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلايك ديالكم. ونهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.